مجد الساحلي، طالبة كنت في جامعة طرابلس كلية العلوم قسم الرياضيات، وصلت عن سنة ثالثة وطردت، حرمت من جميع حقوق المدنية. كان عندي توأم بنتين عمرا 6 سنين، سجنت في 1984. قالوا لي أهلي إن فيه ضباط جو يسألوا عليك. طبعا قالوا لي شو ندير، قلت لما في شيء. لما شفت التلفزيون يقول الجبهة، جماعة من الجبهة، جبهة الإنقاذ دخلوا ليبيا ومعهم مذكرات فيهن أسماء المنضمين معهم. فأنا قلت أكيد هو هذا السبب. يعني اليوم الآخر مشيت أنا وزوجي بدأوا التحقيق من الأول، شنو طبعا نكرت كل شيء. قالوا لي لا، فيه واحدة اسمها إيمان قالت إن جاتك في بيتك وإنك من ضميته للجبهة. قلت لهم لا، ما صارش الكلام هذا. قالوا لي نجيبوا لك إيمان، قلت لهم جيبوها لي. أنا كنت مغطية وجهي، جابوا إيمان وقعدت مهندسة هي تشتغل في الإسمنت، حكت القصة صحي البداية وانضمينا للجبهة. وبعدين جاني في الشغل واحد سمت اسم وعطاني باك وقال لي أعطيه الماجدة. قلت لهم ما نبيش نتكلم عن تحولوا لي الغطام الموجي. حولوا لي الغطام الموجي، لقيتها هي مسكينة قيلة هيك يعني منهكة شكلها، معذبينها والله، ومرمية على الطاولة وتحكي. قلت لهم البداية صح، انضمينا صح، لكن إن درنا حاجة مفيش ولا حاجة درناها والباقي مش مصبوط. حققوا معايا هنا، وزوجي قال لهم ليش ماشيين جايين، يعني هذه في الأخر بالكلم امرأة عشان تبي تدير. قال له لا، احنا هذا الوزري عثمان الوزري. قال له تبينا الرجل عند روسنا يطيحوا في الشوارع يبوا يقتلونا، هذا ما اللي جايين زوجتك وجايين يبوا يقتلونا. فتسجر معهم زوجي مسكوه حتى هو توقف سنة. بعدين من يومها ما شفتش لا ولا حد من أهلي، قد 4 سنين ما شفتش حد. سألوني على حقوق الإنسان جاك من حقه، ما فيش طبعا، ما فيش الكلام هذا، ولا مؤسسات مجتمع مدني، ما كانش فيه الكلام هذا، ولا حد من خارج السجن جانا، ولا حد، ما شفناش ولا حد. يوم اللي جانا خيري خالد الشرطة قالوا لنا بكرة هتطلعوا، قعدنا نستنوا، طلعونا من الديار وطلعونا للساحة. أول مرة نطلعوا للساحة، أول مرة بعد 4 سنين نطلعوا للساحة. كنا في دار ما نطلعوش، ممنوع ما نطلع، ما فيش ساحة ولا نمشي ولا 4 سنين ما نطلعوش. و3 شهور الأولى ما شفناش ضي، حتى ضي السماء ما شفناش. لكن قبل نطلعوا بيومين بس طلعنا للساحة، قعدنا يعني شبه تأكدنا أن خلاص مدام طلعونا معناها إن شاء الله حنطلعوا. بعدين جاء زوجي، أزواجنا جو خذونا، طبعا كانت فرحة مش عادية يعني بعد 4 سنين. وبناتي أنا سيبتهم 6 سنين، فلقيتهم 10 سنين. شوف الفترة هذه حتى كنت نبيهم، ما عادش تعودوا علي، يعني هذا الثمن كان، ما عادش تعودوا علي. لكن بعدها جبت ولد وبنت والحمد لله. أول مرة نحكي بالتفصيل.